السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هننفذ مع بعض طريقة جديدة في شغل البليسيه. هنشوف الطريقة. البليسيه عندنا بيكون شكله مختلف عن البليسيه اللي احنا بنشتغله، ده بيكون شكله النهائي. انا طبعا هنا نفذته على لونين علشان يكون الشرح واضح والشكل كمان يكون ظاهر ليكو. ده بيكون شكله من الحرف، بيكون شكله مزدوج، وهنبدأ إن شاء الله في تنفيذه ويكون الشرح واضح وتستفيدوا، ونبدأ إن شاء الله في الشرح. بسم الله. هنبدأ في شغل البليسيه. هنجيب خيط بلون مختلف عن اللون اللي احنا هنبدأ بيه، وهنبدأ بالشغل البسيط للتريكو، البداية البسيطة بالطريقة اللي احنا شايفينها قدامنا. هناخد بالنا بس من نقطة صغيرة، اني انا لو انا عايزة ابدأ البليسيه عندي على غرزة، عدد من الغرز 60 غرزة مثلا، مش هعمل 60 غرزة، انا هعمل 30 غرزة بس، لاني هيجوا بعد كده يزيدوا ال30، هيزيدوا ل59 غرزة. يعني في سطر من السطور هبص الاقي ان الغرز زادت اقل من البداية بواحد. يعني لو بدأ شغلي ب30 هيزيد عليهم 29 غرزة. يبقى ناخد بس بالنا من النقطة دي، لان انا عندي الغرز عندي بتزيد بعد كده، وهنشوف امتى بتزيد الغرز. يبقى دي طريقة البداية. نبدأ هي الطريقة البسيطة. طبعا بنبدأ بخيط مختلف، وهنعرف ليه برضو احنا هنبدأ بخيط مختلف. هنيجي بعد ما بنعمل العدد الغرز اللي احنا هنبدأ بيه، هنيجي هنشتغل السطر الاول عدل، والسطر التاني مقلوب، والسطر التالت عدل. ده هيكون 3 سطور الاولانية. الاول سطر هيكون عدل، تاني سطر هيكون مقلوب، تالت سطر هيكون عدل، وبعد كده هنكمل ونشوف البداية بعد ال3 سطور هتكون الشغل ازاي. يبقى ده بداية شغل البليسيه بنفس الطريقة اللي احنا شفناها قدام. هنشتغل السطر الاول باللون الاساسي اللي احنا هنشتغل بيه، هنشتغل سطر عدل. يبقى احنا هنشتغل اول سطر في شغل البليسيه، هنشتغل كله عدل. احنا طبعا واخدين ان البليسيه يا اما غرزة وغرزة او غرزتين وغرزتين، لا احنا هنشتغل دلوقتي السطر الاول عدل، والسطر الثاني هيكون مقلوب، والسطر الثالث هيكون عدل. شغل البليسيه هيكون من بعد السطر الثالث، وهنشوف مع بعض بقيه الشغل هيكون عامله ازاي. يبقى ده شغل السطر الاول. هنشتغل السطر الثاني، هنشتغله بالغرزه المقلوب، هنشتغل كل الغرز هنشتغلها مقلوب. يبقى السطر الثاني كله هنشتغله بالغرزه المقلوب. يبقى احنا اشتغلنا السطر الاول عدل، وبنشتغل دلوقتي السطر الثاني هنشتغله مقلوب، والسطر الثالث هنشتغله عدل. يبقى ده شغل السطر الثاني بنشتغله مقلوب. يبقى ده شغل السطر الثاني. هنشتغل مع بعض دلوقتي السطر الثالث هنشتغله عدل. يبقى احنا اشتغلنا اول سطر عدل، وتاني سطر مقلوب، وتالت سطر دلوقتي احنا بنشتغله عدل. يبقى احنا بدأنا بلون مختلف، بدأنا ب16 غرزة، وهنبص نلاقيهم زادوا بعد كده 15 غرزة زيادة، يعني هيبقوا عندي 31 غرزة، وهنعرف الطريقة الزيادة ازاي. يبقى احنا بنشتغل اول 3 سطور سطر عدل، سطر مقلوب، والسطر الثالث دلوقتي احنا بنشتغله عدل، وده شغل السطر الثالث. احنا كده انتهينا من ال3 سطور واشتغلناهم على 16 غرزة زي ما انتم شايفين. اشتغلنا سطر عدل، سطر مقلوب، وسطر عدل. هنبدأ من اول السطر دوت، هنبدأ نزود وهنشوف الزيادة هتكون ازاي. احنا لو بصينا كده من اسفل الشغل هنبص نلاقي فيه خط ابيض،
الخط الأبيض دوت عبارة عن غرز، هناخدها بالإبرة الشمال وهنشوف طريقة شغلها هتكون عاملة ازاي. الخط دوت هو اللي هيزود عندي الغرز، هيزود الغرز 15 غرزة كمان. يبقى هنبدأ في التنفيذ ونشوف الطريقة ازاي. هنشتغل أول غرزة، هنشتغل أول غرزة اشتغلها مقلوب. من أول هنا هنبدأ نزود، هناخد أول غرزة من تحت، هندخل الإبرة في الغرزة بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين معايا، وبعد كده ننقلها على الإبرة الشمال وهنشتغلها واحد عدل. وبعد كده نشتغل غرزة مقلوب وهنكرر، وناخد الغرزة اللي هي في الأسفل في الخيط الأبيض دوت، هناخده على الإبرة اليمين وبعد كده هننقله على الإبرة الشمال. عشان كده احنا بدأنا الشغل بتاعنا بخيط مختلف عشان يبان عندي الغرز وأقدر أخدها واشتغلها. هنرجعها على الإبرة الشمال واشتغلها غرزة عدل، وبعد كده هشتغل غرزة مقلوب. هنرجع تاني وناخد الغرزة ديت على الإبرة اليمين وننقلها على الإبرة الشمال وهشتغلها غرزة عدل. وكده احنا نكون بنزود الغرز. يبقى احنا بنشتغل في غرزة شمال ونيجي ناخد الغرزة من الأسفل نشتغلها عدل، ونرجع ناخد غرزة شمال تاني، هناخد الغرزة من الأسفل زي ما انتوا شايفين، هناخدها على الإبرة اليمين وبعد كده ننقلها على الإبرة الشمال وهنشتغلها غرزة عدل. ده بيتكرر عندي حتى آخر السطر، ويجي آخر السطر ويبقى عندي أنا زودت فوق 16 غرزة زودت 15 غرزة. تاني هدخل الإبرة في الخيط الأبيض اللي تحت وهنقله تاني على الإبرة الشمال وأخدها غرزة عدل وأشتغل غرزة مقلوب. هنرجع تاني ناخد الغرزة على الإبرة اليمين وننقلها على الإبرة الشمال ونشتغلها غرزة عدل وهشتغل غرزة مقلوب. تاني نكرر وندخل الإبرة اليمين في الخيط اللي احنا شايفينه دلوقتي وننقله على الإبرة الشمال ونشتغل غرزة عدل، وبعد كده اشتغل غرزة مقلوب. يبقى أنا كده زودت ما بين كل غرزتين غرزة. تاني هندخل الإبرة اليمين في الخيط وناخد الغرزة على الإبرة الشمال ونشتغلها غرزة عدل، وبعد كده هنشتغل غرزة مقلوب. طبعا احنا بنكرر لغاية ما السطر كله يخلص. تاني هندخل الإبرة اليمين في الخيط وننقلها على الإبرة الشمال ونشتغل غرزة عدل، وبعد كده ناخد الغرزة اللي على الإبرة الشمال ناخدها مقلوب. تاني بندخل الإبرة في الخيط وننقله على الإبرة الشمال وهنشتغل غرزة عدل، وبعد كده ناخد غرزة مقلوب.
تاني، شايفين الخيط دوت؟ بندخل الإبرة اليمين فيه، وبعد كده بنطلع الغرزة وننقلها على الإبرة الشمال ونشتغلها غرزة عدل، ونشتغل بعد كده غرزة مقلوب. بنكرر تاني اللي احنا بنعمله، وهندخل الإبرة في الخيط اللي باين قدامنا، ادخل الإبرة اليمين واسحب الغرزة، وبعد كده هناخدها على الإبرة الشمال واشتغلها غرزة عدل، وهشتغل بعديها غرزة مقلوب تاني. بنكرر حتى نهاية السطر. أرجو أن يكون الشكل واضح قدامكم والطريقة تكون مفهومة. يبقى إحنا بنزود غرزة ما بين كل غرزتين مقلوب، نعمل الغرزة الزيادة بنعملها عدل. وآخر غرزة بناخدها وننقلها على الإبرة اليمين، ناخدها على الإبرة الشمال ونشتغلها غرزة عدل، وبعد كده بنشتغل آخر غرزة مقلوب. وبكده نكون انتهينا من السطر وزودنا 15 غرزة فوق 16 غرزة اللي احنا بدأنا بيها. يبقى كده عندي المجموع كله 31 غرزة، وده كانت الطريقة اللي احنا بنزود بيها الغرز. وبكده يكون الخط الأبيض كله اختفى ويكون السطر انتهى شغله. بعد كده هنعمل السطور اللي جاية كلها بالغرزة العدل والغرزة المقلوب، شغل البنسي العادي. طبعا احنا بنشتغل على حسب الطول اللي احنا عايزينه. يبقى احنا اهم سطر اشتغلناه اللي هو سطر الزيادة، وعرفنا احنا بنزود امتى وبنزود ازاي. بعد كده السطور هتكون سهلة، هنشتغل غرزة عدل وغرزة مقلوب شغل البيسي العادي، ده هيكون في بقية السطور اللي جاية كلها. بعد كده هنيجي نفك الخيط المختلف، ينفكه من الاول ينفكه من الاخر على حسب ما احنا عايزين، وهيتفك معانا بكل سهولة، يعني هو كده خلاص ما بقاش لي لازمة. وزي ما انتم شايفين معايا احنا بنفكه بالطريقة دي، ينفكه من الاول ينفكه من الاخر. يبقى احنا بنفك بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها مع بعض قدام. يبقى بنفك الخيط بنفس الطريقة غرزة غرزة، وطبعا اما بنشيل الخيط الغرز مش هتتفك ولا اي حاجه. وبنكمل بقيه فك الخيط بنفس الطريقه اللي احنا شايفينها مع بعض قدام، لغايه طبعا ما الخيط كله يتفك ويتشال من اللون الاساسي اللي احنا شغالين بيه. وبكده نكون احنا فكينا الخيط المختلف، وده بيكون شكل البليسيه. بعد ما فكينا الخيط الغرز بتكون بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، بيبقى غرزة عدل وغرزة مقلوب، وطبعا بيكون شكله مختلف عن شغل البليسيه اللي احنا متعودين عليه. بنكمل بعد كده السطور عادية، تبقى غرزة عدل وغرزة مقلوب لغاية ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. وبكده نكون انتهينا من شغل البليسيه، ده بيكون الشكل النهائي ليه، وده شكل الحرف، بيكون في خط مستقيم زي ما انتوا شايفين في الفيديو. طبعا احنا اشتغلنا مجموعة من السطور، اشتغلنا على حسب الطول اللي احنا عايزينه، وبيكون كده انتهينا.
أرجو أن تكون الفكرة نالت إعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.